دكاترة، ويلكم تو ذا بيست سيشن أنا ممكن أقدمه في الحياة. يعني أنا من هذا السيشن من أحلى السيشنات بصراحة اللي أنا بحبها، وإن شاء الله يا رب إنه أنتوا تستفيدوا وتنبسطوا بهذا السيشن، لأنه هذا السيشن بالعادة بيعطيكم أبروتش للأشياء اللي إحنا مفروض إن أغلب الأحيان نشوفها حتى بالطوارئ. يعني the propensity of having a normal abdomen X-ray هي بالعادة غالبا بمناوبات الطوارئ. أنا بتذكر زي هيك كنت أشوف abnormal، يعني كنت أشوف abnormal less common than the normal which is good، الحمد لله رب العالمين. طيب إحنا بالسيشنز الماضية خلصنا الحمد لله رب العالمين البولك، خلصنا introduction لل imaging وال neuro imaging، خلصنا chest X-ray وال CT which is very very demanding and challenging. يعني بالنسبة لكم بالنسبة لي حتى يعني جهز تشست اكس راي سي تي، وانتل ناو اي فايند على فكره التشست اكس راي حتى شوي انتميديتنج. يعني مهما الواحد درسها بيضل انه في اشياء يعني انتميديتنج في التشست اكس راي. ان شاء الله يا رب انتم تكونوا قدرتوا تعملوا دراسه وتفهم الاشياء. اليوم ان شاء الله راح نحكي عن الابدومين بلفس ابدومين اند بلفس اكس راي اند سي تي، بس النورمال الاب نورمال هذا راح نخليه ان شاء الله يوم لبكره ان شاء الله على خير. هذا الريفرنس زي ما انتم بتعرفوا زي العاده هو الريفرنس تبعنا، وهو المصدر اللي بالعاده احنا بنجهز منه الصور بالاضافه لسورسز ثانيه طبعا، بس هو البلد. يعني هلا خلينا نبلش ان شاء الله بهذا الشيء. قبل هيك لازم نحكي كثير شيء مهم بالنسبه للابدومين اكس راي خاصه، وبالنسبه لهدول السيشنز اجمالا الابدومين اكس راي والابدومين سي تي. ما بتوقع منكم ولا انا يعني ولا انا بتوقع منكم ولا اي حدا بتوقع منكم انكم بتطلعوا منهم وانتم يعني نابغه بالابدومين اكس راي والابدومين سي تي. ليش؟ لانه هم كمان الهم تشالنج اوف ذير اون، خاصه الجاس باترن باللارج باول بالسمول باول شوي تشالنجينج، يعني شوي بدهم هيك بدهم انكم تشوفوا الصوره اكثر من مره. فالمهم بالنسبه لنا هلا نحن نعطي البيسكس، وبعدين قد ما انتم بتشوفوا الصور قد ما انتم بتشوفوا مثلا توتوريالز على السي تي على الاكس ري بيكون هذا شيء كثير منيح. يعني انا بتذكر عن جد لاخر ما كنت بحضر السيشن السنه الماضيه لهلا كل مره بكتشف اشياء جديده، فعشان هيك هذا المفروض يامن لكم البيسكس. يعني رح نبلش هلا ندخل في الاشياء اللي الكلينيكال، الاشياء اللي هي اللي فعليا بتهمنا بالكلينيكال براكتس. احنا لما يجينا اي مريض على الطوارئ عنده اكيوت ابدومين، عنده وجع بالبطن، بالعاده بنعمل شيء اسمه اكيوت ابدومينال سيريز. ايش يعني اكيوت ابدومينال سيريز؟ هي الاشياء اللي احنا بالعاده بنطلبها كصور لما يجينا غالبا اي مريض في عنده ابدومينال بين. How do you approach him؟ ففي عندنا 3 main imaging modalities او images يعني نطلبها بالعاده لمريض اللي بيجينا عنده اكيوت ابدومين. خلينا نحكي عن الصور الاساسيه اللي احنا بالعاده بنطلبها. اول شيء بنطلب له سوباين ابدومينال اكس راي. شو يعني سوباين ابدومينال اكس راي؟ بيكون المريض نايم والكاسيت بيصوره وبيكون بيربنديكولر للفلور. هاي الصوره بالعاده هي اول صوره نطلع عليها احنا، فبتفرجينا اذا في اي جروسلي دايليتيشن، اذا في اي اورجانو ميجري، اذا في اي كالسيفيكيشنز. السوبان هي اول صوره بنطلع عليها لانه هي اهم وحده، بسموها السكاوت. السكاوت يعني هو الكشافه، فالكشافه هو اللي بالعاده بيطلع بيستكشف الاشياء المعينه. فاحنا بنستكشف الاشياء غالبا من صوره السوبان. فاذا شفتوا ليبل سكاوت او ليبل سوبان هم نفس الصوره. في عندنا شيء إذا كنا بدنا نشوف مثلا الجاز باترن بالكولن، فبنحب إنه الجاز باترن يطلع على المنطقة اللي هي ريتروبيريتونيوم، اللي هي بالعادة الكولن بيكون موجود فيها. فالبرون بوزيشن مش من ضمن الأكيوت أبدومينال سيريز، بس هي من الصور اللي ممكن تنطلب عشان نشوف إذا ممكن في إشي عندنا بالريكتوسيجمويد أريا أو الكولن إن جنرال. فإحنا بنصور المريض وهو نايم على بطنه، فكل الجاز بيرتفع بالريتروبيريتونيال أريا أحسن، فبيكون في بيتر فيجواليزيشن للكولن. اللي بعدها اللي هي سبستيتيوت، إذا مريض كان عنده بين، إذا مريض كان مثلا أوبيز عنده شورتس أوف بريث، ممكن أنيمه على جنبه وأصوره لاترال ريكتم فيو. هذا البيو لانه انا بنيم المريض على جنبه بطلع الجاز، وانا بصور كمان بيربنديكولر للفلور، فبطلع اللاترال ريكتم فيو. مثلا هون عندي هاي الفيمر فيمر هيد، وهذا هون عندي السيكرم، فهذا الريكتوسيجمويد اريا، وانا بقدر اقيمها اذا ما قدرت اصور المريض برون. عندي الصوره الثانيه اللي بطلبها بالاكيوت ابدومين بالاضافه للسوبان اللي هي ابدومين اريكت. ابدومين اريكت هي اللي لما اجي بدي اصور المريض بيكون في جرافيتي، بيكون هذا الكاميرا اللي هي مصدر الاكس راي
بتكون بيربنديكولر للمريض هوريزونتال على الفلور. اي شيء هوريزونتال معناته حيصور لي اثر الجرافيتي، راح يبين لي اذا في اير فلويد ليفلز، اذا في كيف شكل الدايلاتيشن، اذا في اير فلويد ليفلز، اذا في اير اندر الدايفرام مثلا الباثولوجيكال نيوم وبيريتونيوم. فعشان هيك الابدومين اريكت بشوف اثر الجرافيتي على هاي الابدومين. فهي ثاني وحده احنا بنطلبها. اذا مريض مش قادر يوقف، موجوع كثير مش قادر يوقف، ممكن ان احنا نطلب له شيء اسمه ليفت لاترال ديكيوبيتس. مش كثير بصراحه انا شفت المرضى بتصوروها، بس الفكره انه ليفت لاترال ديكيوبيتس هذا طبعا النورمال فات لاين الموجود، وهذا الليفر. اوكي، فهون عند الليفر، هون في عند الفات عادي، الفات اللي موجود انتربيريتونيوم، شوي فات هون موجود اللي بنشوفه احنا بينه وبين الليفر وبين الابدومينال وول. فالفكره هذا الفات اللي بغض النظر الابدومينال وول او انتربيريتونيوم، احنا بنكسب اثر الجرافيتي على الجسم. فكمان عشان نكسب اثر الجرافيتي لازم الصوره، لازم مصدر الصوره يكون كمان هوريزونتال على الفلور عشان يقدر يصور لي هذا الجرافيتيشنال ايفكت. فعشان هيك اذا ما قدرنا نصور المريض إريكت ابدومين اكس راي، ممكن نصوره شيء اسمه لفت لاترال ديكيوبيتس، اللي هي مريض بيكون نايم على جهه الشمال. شوفوا الفرق بين، حابه افرجيكم هذا الشيء عشان يكون عندكم تصور، شوفوا الفرق بين اللاترال ريكتال فيو اللي هو هنا واللفت لاترال ديكيوبيتس. اللاترال ريكتال فيو مستحيل اشوف فيه اير فلويد ليفلز، مستحيل اقدر اقيمه، لانه الصوره جايه او مصدر الاشعه جاي بيربنديكولار على الفلور. بس ما دامني انا هون باللاترال ديكيوبيتس صورته بيربنديكولار، صورته هوريزونتال للفلور، فانا قادره اشوف الجرافيتيشنال ايفكت اللي موجود. فهذا الفرق بمصدر البيم او مصدر الاكس راي ما بين اللاترال ريكتال فيو او اللفت لاترال ديكيوبيتس فيو. ثالث صوره احنا بالعاده بنحب نطلبها بالطوارئ اللي هي التشست بين. هلا احيانا في سيرتن كونديشن ذات ميمك ذا تشست بين، كانت عندي نيمونيا، لو عندي نيمونيا احيانا ممكن يكون في عندنا بليرال افيوجن، احيانا ممكن يكون في عندنا ابسس، ممكن تكون في عندنا نيمونيا بغض النظر. فالفكره انه احيانا بيكون في تشست كونديشنز ذات ميمك ذا ابدومينال pain mimic the abdominal conditions اللي بيكون عندي abdominal pain. وكمان من اشهرها اللي انا بحب احكيها ذو انها بتطلعش على chest x-ray هي myocardial infarction، مهم جدا 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 جدا، وخاصه كمان اذا كانت فيميل. اذا كان في عندكم فيميل عندها epigastric pain او بغض النظر اي حدا عنده epigastric pain وفي عنده other symptoms of myocardial infarction، خلوا البوست الانتيرير myocardial infarction من ضمن الديفرنشال دايجنوسيس تبعتكم. فعشان هيك مهم هاي الجسبي ايه. كمان احيانا الابدومينال اكس راي الايركت ما بتكون واصله الليفل، يعني لما يصور لنا التكنيشن ما بتكون واصله الليفل للتو دايفرامز. فعشان هيك انا بصور الجسبي ايه عشان يبينوا دايفرامز او يبين لي النيوموبيريتونيوم ممكن تكون موجوده فوق الليفل. فعشان هيك احنا بنطلب هدول الثلاث صور، الجست بي اي، الابدومين ابرايت اركت، والسوباين. شوفوا كيف هون مصدر الاشعه. هلا احنا بالابدومين بنحب نصور انتيريرلي، يعني الابدومين اركت بنحب نصوره انتيريرلي، بينما اذا بتتذكروا احنا بالجست بي الجست اركت بنحب نصوره بالعاده في اي عشان موضوع الهارت سايز. اوكي، في حدا عنده اي سؤال قبل ما احنا تو ابروتش الاناتومي عشان we have to know the anatomy to be able to identify it radiologically. فاذا هلا احنا we can recall certain things ان شاء الله اللي هي بتهمنا، اهم شيء نبلش بالوول. فالابدومينال وول بالعاده هو من الاشياء اللي بيسالوها في السيرجري، اذا مثلا بدك تفتح على ابندكس، اذا بدك تفتح على هيرنيا، اذا بدك تفتح بغض النظر ايش هي اللير اللي انت الليزر اللي انت بتخترقها. هي نبلش هلا بالسكن. في عندنا سكن، في عندي سبكوتينيوس تيشو اللي هو السوبرفيشال فاشيا. لازم نعرف ايش المهم، انه في محاذير لما تيجوا تجاوبوا اي سؤال، في محاذير مهمه لازم ننتبه لها. اولا انه ما في ديب فاشيا، تتذكروا لما اخذنا الجي اي سيستم، ما في ديب فاشيا في الابدومين، ممنوع تحكوا انه في ديب فاشيا بالابدومين بالليز، مش يعني هذه كونترا انديكيشن انكم تجاوبوها، لانه لو في ديب فاشيا كان احنا ما بنقدر ناكل قد ما بدنا وتتوسع السمول باول، تتوسع الستومك عشان تقدر انها to occupy space without doing anything wrong. فعشان هيك في عندي سكن، بعدين عندي سوبرفيشال فاشيا، بعدين على طول ببلشوا عندي اللايرز اوف ذا مسلز، المسل لايرز.
اوكي، فعندي سوبرفيشال فاشيا في عندها تو، في لها تو بارتس. بالعاده انا بحس يعني بتذكرها كان بين كامبر وسكورتس، انه كامبر يعني بيكوز اوف كامبينج بتذكر السكالب، بتذكر انها اول شيء بالطرف، بتذكر انه كامبر بتيجي قبل سكورتس لما نيجي بدنا نفتح الابدومن. عشان هيك عندكم كامبر بالاول بعدين سكورتس، بعدين ببلش افتح الاكسترنال اوبليك الانترنال اوبليك الترانسفيرسس ابدومينس، بعدين بفتح الترانسفيرسالس فاشيا، وبعدين بيجي عندنا اللي هو موضوع الاكسترا بريتونيوم الفاشيا والباراكليتونيوم، وبعدين الفيسرا بريتونيوم بيكون بحوط الفيسرا. ف شوفوا كيف لما انا اخذ كروس سكشن، هلا هذا الشيء كثير بيشبه السي تي، لما انا اجي على السي تي ان شاء الله بيشبه كثير شكل السي تي لما انا اشوف السكشنز. فزي ما انتم شايفين هون هذا اللاير وهذا المنظر قبل إشي معين، بعدين بتغير شكل الأورينتيشن تبع المسلز anteriorly posteriorly. فإحنا بنعرف إنه بالعادة بيكون external oblique internal oblique بتنفصل قدام ورا rectus abdominis، وtransversus abdominis بتيجي ورا rectus abdominis كمان. لما أنا أعدي منطقة معينة بيصير هذه اللايرز لقدام. هلا حنشوف ان شاء الله. فاذا بنتذكر هدول الكوادرنتس والريجنز، يو نو مي يو نو ذم بيتر ذان مي، يعني نستعملهم بالعاده عشان مش بس هيك مش اعتباطهم، نستعملهم عشان كمان نصنف الباثولوجيز اللي بتكون موجوده عندنا. بصراحه انا بفضل موضوع الريجنز لانه احنا بالعاده بنستعملهم when we report الاشياء بالترانزيشن اوف بين، مثلاً من أمبلايكل صار على الإليك فصة وما إلى ذلك. فبالعادة في هدول إلهم certain aspect بالكلينيكال presentation، وفي للكوادرس كمان certain aspect بالpresentation، بس أنا بالعادة بصراحة بفضل الريجنز على الكوادرنس. زي ما أنتوا هون شايفين الposterior wall تبع الposterior wall تبع من الwall تحت هذا اللاين هو الarcuate line، بصير أضعف من اللي فوق. تحت الاركيوت 9 بيصير في، خليني افرجيكم هون، اوكي رح انزل لتحت اكثر. شوفوا كيف هون تحت هذا الاركيوت 9 اللي موجود، طبعا هون في عندي شيء اسمه لينيا سيميليوناريس. لينيا سيميليوناريس اللي هو بتحيط بالريكتس ابدومينس من الجهتين. هلا لما انا، خليني انزل، لما انا انزل تحت الاركيوت 9 هذا بيصير الترانسفيرسس ابدومينس والانترنال اوبليك بتبطل تنزل تحت الريكتس سوري الترانسفيرسس ابدومينس والانترنال اوبليك بتبطل تنزل تحت الريكتس ابدومينس، بتصير بس فوقها. فعشان هيك بمنطقه اللينيا سيميليوناريس وخاصه تحت الاركيوت لاين بيصير في عندي كومن تايب اوف هيرنيا اللي هو شيء اسمه سبيجيليان هيرنيا. سبيجيليان هيرنيا هاي بتكون مور كومن تحت طبعا دائما بتكون على اللينيا سيميليوناريس على الادج تبعها، بس الفكره انه بتكون غالبا تحت الليفل تبع الاركيوت لاين. فهذه من الاشياء اللي بالعاده احيانا بسالوكم عنها من تايبس اوف هيرنيا. فهذول ان جنرال التايبس اوف هيرنيا، في عندي ابيجاستيك هيرنيا الموست كومن كونتنت بالعاده بتكون الفات، في عندي امبلايكال هيرنيا بالعاده بتكون بالاطفال، في عندي سبيجيليان هيرنيا زي ما شايفين هي جايه على اللينيا سيميليوناريس وجاي تحت الاركيوت لاين لانه هذا الموست كومن سايد. في عندي الانجوينال هيرنيا سواء دايركت او اندايركت حسب الريليشن للانتيريو ابيجاستريك ارتري، في عندي فيمورال هيرنيا، في عندي انسجنال هيرنيا. فوات ايفر هيرنيا يو ويل فايند رح تلاقوا في ديفكت بالابدومينال وول، حتلاقوا ساك غالبا بيغلفها، وحتلاقوا كونتنت اللي ممكن يكون بول، ممكن يكون ابندكس، ممكن يكون اوفري بالاطفال خاصه. فهيك بالعاده لما يجي يسالوكم على الهيرنيا طبعا في رير types of hernias بس هلا ما بدنا نتطرق لها. فشوفوا هون احنا بالعاده هاي الابدومين البصره اللي حنشوفها على غالبا على الابدومين اكس راي او على السي تي. في عندكم اشياء filled with air زي الستومك، زي البارت اللي اسمه البول شوي، زي الغاز اللي موجود كله بالكولن. فهون في عندنا هدول البصره اللي we can appreciate. في عندكم اشياء انترابريتونيال حيكون صعب احيانا على السي تي مثلا لانهم ريدندنت بتتحرك، وصعب تلاقوا كل المرضى عندهم نفس عندهم هاي الاشياء في نفس الاماكن. في عندكم الاليوم والججرم اللي هم السمول باول، في عندكم الترانسفيرس كولون، في عندكم السيجمويد كولون، هدول اللي هم سسبندد within the peritoneum، وفي لهم بالميزنتري هاي اللي بلد سبلاي بتكون جايه لهم.
فزي ما انتم شايفين هون هدول الاشياء اللي جوا اللي ممكن يطلع فيهم البصره البيريتونيوم، هذا بيكون شيء انترا بيريتونيوم. احيانا في اشياء حكالي يحكوا لكم عنها انها ريترو بيريتونيوم، بس اكشولي ذيز ان يوترو وير انترا بيريتونيوم، بس سكند تو بي تو ذم بينج ادهيرد تو ذا بارايتال بيريتونيوم صاروا انترا بيريتونيوم. من ضمنهم الجودينم، في عندهم الاسندنج والديسندنج كولون، هذول دون ديفلوبمنت ان يوترو صاروا ريترو بيريتونيوم، بس هم اكشولي ذي وير انترا بيريتونيوم، هذول بحكي لهم سكندري ريترو بيريتونيوم. في عندنا اشياء اولريدي هي ورا البيريتونيوم زي الكدني زي الاي بي سي زي الايورتا، هذول ريترو بيريتونيوم. ليه انا بهمني اعرف هذول ليش انترا وريترو بغض النظر؟ هذا الشيء ما بنحكي هيك، بنحكي عشان لازم نعرف انه في certain pathologies، مثلا اذا عندي abscess او عندي اشي زي هيك، نعرف وين هذا الاشي بيروح، نعرف اذا هو confined لcompartment معينة ولا بيروح بتحرك freely بالperitoneum. في اشياء اللي هي بالpelvis بالعادة بتكون subperitoneal او preperitoneal قدام الperitoneum، في اللي هو الreflection تبع الperitoneum over the urinary bladder، في عندكم الfolds بالperitoneum بتكون زي Douglas pouch اللي هو ديكتور تيراين باوتش، او الباوتش اللي هو بزايكو تيراين باوتش هون موجود، فهدول كمان مهمين. هلا مدامكم ان شاء الله يا ربي رح تصيروا سنه خامسه، فهي من الاشياء اللي لازم نحكيكم اياها. احنا بالاطفال بالعاده بنعاني لما ناخذ من الطفل يورينري اناليسيس او يورينري كلتشر بغض النظر، فاحيانا بنلجا لشيء اسمه سوبرا بيوبيك اسبيريشن. شو يعني سوبرا بيوبيك اسبيريشن؟ يعني انا بالنيدل، انا كلينيشن بدخل بالنيدل، مش لا تمريض ولا المختبر ولا حدا، انا اللي لازم اعملها هاي سوبرابيك اسبيريشن. اي جروث طبعا بالعاده اليورين بيكون ستيرويد، فاحنا اي بكتيريا الجروث هون بنعتبره يو تي اي، فعشان هيك بنحب انه يكون الطفل فول بلادر. واحيانا احنا بنستخدم الالترا ساوند عشان نتاكد انه اليورينري بلادر هي اللي انا عم بوصلها، لانه اذا عملت بيرفوريشن للبيريتونيوم بيكون هذا شيء اول شيء عم باخذ بيريتونيوم الاسبيريت مش يورين، وثانيا ممكن اي مايت اندوس نيومو بيريتونيوم او يعني بيريتونيوم بيرفوريشن او بيريتونايتس، ممكن يعني تصير بيريتونايتس. فالفكره انه بالسوبرا بيوبيك اسبيريشن بالعاده احنا بنحس البلادر وبنحاول قدر الامكان انه ندخل بالبلادر على طول، ما نطلع فوقها عشان ما ندخل على البيريتونيوم. اوكي، فهاي هي الريتروبيريتونيال اورجان. زي ما انتم شايفين هون في عندنا الادرينز، الادرينز ان شاء الله وي ويل بي ايبل تو ابريشيت كمان على السي تي، يعني ان شاء الله ما حتطلع من السيشن الا وانتم شايفين الادرينال جلانس. فعندنا احنا ريليشنز اللي بتكون بالريتروبيريتونيال اسبيكت، اللي هي انه الاي بي سي اولا على اليمين من الايورتا، انه الرينال فين بيجي ورا السوبيريور ميزنتريك ارتري، وانه السيلياك ارتري بيطلع له تو برانشز اللي هم الكومن هيباتيك والسبلينيك ارتري، انه الفينز انتيرير للارتريز بالبوث رينال ارتريز ار رينال فينز ار انتيرير للرينال ارتريز واليوريترز. هذه من الاشياء اللي مهم ان احنا نتذكرها. من الاشياء اللي كمان بنحب ان نحكي عنها اللي هي بعض الاسئله اللي نحكي الهاي لما نحكي عن الدوت سبلاي للابدومن، فاحنا عندنا تي 12 ال1 وال3، هذول اللي بخصونا من ناحيه الابدومن من ناحيه الجي اي اورجانز. الرينال ارتريز اللي هم اليورينري سيستم هو اللي بيختص فيه ال2، فال2 للرينال سيستم T12, L1 و L3 هم اللي إلنا، اللي هم السيليا L1 و L1 superior mesenteric وال L3 اللي هو الانفيريور mesenteric. السيليا كبرانج زي ما أنتم شايفين هون بيعطي أول برانش إله اللي هو left gastric artery، بعدين في عندي common hepatic splenic artery هون بيكون tortuous بالعادة. الكومن هيباتيك من الأشياء اللي إحنا بنحب نحكي عنها، إن الكومن هيباتيك بيعطي بالعادة اللي هو للدودون شو اسمها كوليدوكل، او لا مش كوليدوكل، ايش اسم للجول بلادر، هو اللي بيعطي للجول بلادر، هو بيعطي الارتري للجول بلادر. السوبيريور ميزنتريك ارتري بهمنا انه بالاخر نشوف البرانشز اللي بتعطي للابندكس الاليوكوليك، اللي هو بيعطي بالعاده للابندكس برانش للابندكس.
والانفيريوم ميزنتريك اللي هو بالعاده بيعطينا من نهايه الديستال ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولون لنهايه لحد ما يوصل للسوبيريال ريكتال. طبعا الباقيين بياخذوا من الانترنال ايلياك اف اي ريمبر ويل، بياخذ من الانترنال ايلياك الانفيريال ريكتال ولحد ما اوصل لاخر الجي اي سيستم. زي ما انتم شايفين هون في عندي هذول الفيسز، وفي عندي هون الإيليوكوليك برانش اللي بيعطي الأبندكولار أرتري اللي هو للأبندكس، اللي بالعادة بيعملوا له ليجيشن لما يجوا بدهم يعملوا الأبندكتومي. هذا نفس الشيء. طبعاً بياكم تتذكروا كمان إنه البورتال فين هو عبارة عن الجوينت من سبلينيك فين وسوبيريور ميزنتريك أرتري فين، سوري سوبيريور ميزنتريك فين مع السبلينيك فين هم اللي بيعملوا لي البورتال فين. هاي من الأشياء اللي كمان إحنا بنحب يعني نأكد عليها. وعندنا من المسلز اللي حتشوفوها ان شاء الله لما ان شاء الله نمشي بالسي تي خاصه، حيكون شيء كثير حلو انه احنا نقدر نشوفهم، اللي هم السواس مسل، سواس ميجر مسل، والجوينت تبعها مع الالياكس. وحنقدر كمان تابريشيت الجوينت الهيب جوينت ان شاء الله لما نمشي اكثر على السكشنز تبعت السي تي. من الاشياء اللي كمان حنقدر ان شاء الله نشوفها بالسي تي اللي هي البلادر وعلاقتها ب البروستيت وعلاقتها كمان بالسيمينال فيسيكلز، they look like a butterfly، فحنقدر ان شاء الله to appreciate them على السي تي. وزي ما انتم شايفين هنا اذا سمعتوا عمركم water under the bridge، فهذا البريدج اللي هو الباس ديفرنس، والووتر اللي هي يوريتر، فووتر under the bridge هي الريليشن تبعت اليوريتر مع الباس ديفرنس. بالفيميلز ان شاء الله حنقدر نشوف اليوترس، حنقدر ان شاء الله نشوفها، وهو نقدر نشوف حتى احيانا حنقدر نشوف الاندو اليوتراين كافيتي، ونشوف نقدر ممكن نشوف حتى الدلينيشن تبع الاندو سوري الاندوميتريوم. فهذا كمان حيكون شيء كثير حلو تو ابريشيت. الاوفريز انلايكلي وي ويل بي ايبل تو ابريشيت. طبعا زي ما انتم شايفين هون هذا بحكي عن شيء حنقدر نشوفه على السي تي كمان اللي هو الرينال ساينس فات. هلا احنا بدخل الرينال ارتري رينال فين، وعندكم اليوريتر وهذا الريليشنز تبعتهم انتيرير تو بوستيرير. في عندكم هذا رينال ساينس فات فبيبين على السي تي هايبو دنس، فهذا اللي بفيدنا مثلا احيانا في تيومرز اللي انفيدنج الرينال فين. هذا شيء كثير حلو تو بي ابريشيتد ان شاء الله لما احنا نمشي لقدام. فهلا رح نبلش نحكي عن الابدومين اكس راي. إذا عندكم أي أسئلة عن الريليشنز أو حابين ترجعوا تسألوا عن ريليشنز معينة، I will be very happy في أي وقت من هذا السكشن. رح نحكي هلأ إن شاء الله عن الأبدومين إكس راي. إذا تتذكروا حكينا قبل عن الشيدز أوف جراي، قلنا إنه من الموست أوبيك تو ذا موست لوسنت في عندي الميتلز زي هدول البوليتس، بعدين في عندي البونز، بعدين في عندي بيكون السوفت تيشو، وحكينا إن السوفت تيشو والفلويد زي بلد زي بغض النظر بيكونوا of the same density. فعشان هيك مثلا حكينا المثال اللي أنا بحب دايما أعيده إنه موضوع البلد اللي موجود جوا الهارت أو الهارت وول نفسه ما حنقدر نميزهم عن بعض لأنهم هم نفس الدنسيتي أو نفس الأوبيكنس على الإكس راي. بعدين حكينا عن الفات being the less opaque more lucent زي مثلا subcutaneous fat اللي شايفينه هنا، وآخر شيء most lucent بالعادة بيكون الاير زي ما شايفين هنا مثلا بالgastric bubble اللي رح نحكي عنها كمان شوي. فنفس الشيء ينطبق على الأبدومين، نفس الشيء ينطبق على الأشياء الموجودة بالأبدومين، في نفس الشيء نفس الأشياء اللي هنشوفها. فزي ما أنتم شايفين هنا إذا بلشنا من الموست أوبيك هنا بهاي الصورة ما في عندنا ولا إشي ميتاليك، فهذا شلناه اللي هو الأبنورمالي أبيرينج. بعدين في عندنا هون البون اللي هم الفيرتبرال كولوم وهدول الإيلياك كريستس الإيلياك بون. بعدين في عندي السوفت تيشو زي هون عندنا هذا الليفر كامل، وفي عندنا بعدين السبكتينيوس سوري الفات اللي بيكون انترابيريتونيال هون حوالين الليفر. فعندي هذا انترابيريتونيال فات عبارة عن line of lucency، والموست lucent اللي هو الاير اللي شايفينه هون او الاير اللي هون موجود. هلا في اشي زي ما انتو شايفين هون احنا عندنا something that looks like it is abnormally present here. فهذا كان من interesting case records اللي بصراحة قرأتها. هذا هو IUCD intrauterine contraceptive device. هذا النوع من انواع الانتراترين contraceptive device، خاصه ان شاء الله يا ربي اللي راح يبلش منكم باين ايكولوجي، هذا ليفونورجسترين.
يعني هرمون الاي سي دي. هذا الهرمون الاي سي دي المفروض انه يدخل بدخل بالفاجينال وول بعدين السيرفكس بعدين بيجي زي هيك، يعني المفروض انه يكون شكله على الاقل اوكي، المفروض يكون زي هيك هيك. بس هذا الديفايس طل زي هيك جاي. فهذا من الانترستينج كيسز اللي كان يعني اعمل كلير والحصه هنا. هذا من الانترستينج كيسز اللي كان اللي هو بسموه لوست ميرينا. ميرينا هو الاسم التجاري. شايفين كيف بالعاده المفروض انه يكون موجود؟ فهذا كان الميرينا هذا او الاي يو سي دي صار عامل، او ما بعرف ايش اللي صار بالضبط، يعني الفكره انه ممكن منه او من شيء عمل يوتيران بيرفوريشن. فاليوتيران بيرفوريشن هذا عمل الميرينا صار انتربريتونيال فصار بهذا الشكل. فزي ما تشوفين هون هذا النورمال بوزيشنينج لا المرينا، والمرينا اللي شفناه فوق اللي هو الاي يو سي دي كان توتالي ديس اورينتد. فهذا من الانترستينج كيسز اللي كانت لما شفنا احنا من الانترستينج كيسز لما شفنا احنا واحد من هذول الاي يو سي دي مال بليست. خلينا نحكي شوي عن النورمال سوبين ابدومين. ليش؟ لانه زي ما قلنا لكم السوبين ابدومين، اذا بتعذروني شوي معلش بعد اذنكم شوي ألو سمعيني؟ واضح صوتي دكاترة؟ واضح صوت. تمام أوكي ممتاز. طيب أوكي. هذه هي normal supine abdomen. زي ما أنتم شايفين هون، شايفين الليبل اللي محطوطة هون scalp. إحنا قلنا قبل إنه scalp أو supine هم indicating the same picture which is a picture لما المريض يكون نايم وإحنا نصوره ويكون مصدر الأكسري perpendicular to the floor. فزي ما أنتم شايفين خلينا ناخذ الابروتش شوي شوي. بالنورمال سوباين ابدومين زي ما قلنا بالعادة احنا بنحب نطلع على الاوفر اول جاس باترن. فحتى بالكتاب كانوا كاتبين انه you don't need to look to every single gas bubble، احنا بنشوف الاوفر اول باترن. خلينا تو ابروتش ذس بيكتشر شوي شوي. بالبداية بما انه هذا الابدومين سوباين فانا بتوقع انه الستومك ما تكون طالعة فوق وواصلة الدايفرام حد الدايفرام، بتوقع انها تكون لانها انتربريتونيال تكون موجودة في مكان ما. فلما اشوف هذه البيج غاز بيج بابل اوف غاز موجودة هون this is the gastric bubble. ثانيا انا بحب تو ايدنتيفاي هو الليفل. زي ما انتم شايفين هون في زي الشادو الايدج هون موجودة له، هذا السوفت تيشو شادو. فهذا السوفت تيشو شادو هو شادو الليبر. ثانيا شوفوا كيف بحب الاوفر اول اطلع على الاوفر اول بون ابييرنس، لانه احيانا كان في تيومرز تكون على الهيد اوف ذا فيمر او هون تيومرز تكون موجوده او اوستيو ارثرايتس او فراكتشرز. احيانا بتذكر اي ريبورتد وقت الالكتف كانت موجوده على الابدومن السوباين ابدومن. فإحنا بالعادة بنشوف السوفت تيشوز، بنشوف إذا في أي انلارجمنت، بنشوف إذا في أي abnormal calcifications، وبنشوف إذا في unusual gas pattern. فخلينا نتفرج هنا على الغاز pattern هذا الموجود. بالعادة إحنا لازم نشوف هنا إيش اسمه بالريكتوسيجمويد أريا، لأنه الكولون فيه غاز فالريكتوسيجمويد أريا فيها غاز بالعادة. فلازم أشوف هذا الأبيرنس اللي هو بالريكتوسيجمويد أريا. هدول هم عبارة عن شوية غاز موجود بـ undistended small bowel. It's totally a normal appearance. شايفين هون السهم كيف يأشر؟ هذا كله normal appearance of small bowel gas as long as it's not distended. هاي الفكرة الأساسية، ورح نحكي عن النورمال دايانتس كمان شوي. هذا الإشي اللي شايفينه، هذا الإدج اللي إن شايفينه اللي أسهم هاي مأشرة عليه، هذا الإدج هو الإدجز أوف سوس ميجر مسل. سوس ميجر مسل إذا كان في إناف فات حوالينهم ممكن إن إحنا نقدر نعمل ديستينكشن للإدجز تبعتهم، لأنه الفات هايبودنس
والسوس مصر عبارة عن سوري مش هايبودنس قصدي يعني لوسنت أكتر من السوفت تيشو دنسيتي اللي هي المصل دنسيتي. عشان هيك مش دائما بقدر أميز الأدجز أوف السوس مصر، بس إذا قدرت أميزها بخير وبركة. هلا هون أنا مش كتير قادرة to appreciate الباقي الكولن، ولكن قادرة على الأقل أحكي إنه ما في إشي pathologically dilated. At least this is what I see. And this is likely to be a normal thing. لما تشوفوا إن شاء الله رح نشوف إحنا الصور لقدام، هتعرفوا كيف شكل فعلاً distended abdomen. هلأ شايفين كيف في هون الشادو الصغير هون؟ في شادو صغير زي ما أنتم شايفين هنا عامل زي edges، عامل well demarcation على edges. هذه هي left kidney، هاي سوري right kidney، هاي right kidney كان في نقطة حواليها كمان تعملي delineation لها، فهذا إشي كتير حلو. هنا I might be able to also distinct the left kidney، هاي الأشياء كتير حلوة كمان اللي ممكن إحنا نعملها distinction. و as well هنا ممكن أشوف والله إنه roughly رح يكون shadow of the edge of the skin. اوكي شوي شوي هلا رح نبلش نشوف الاشياء بالصور الجايه ان شاء الله على خير. شوفوا البرون، انا حابه اجيكم هلا البرون ابدومينال اكس راي. شوفوا كيف الغاز باللارج باول بين احسن معي، فهون بين معي هذا اللي هو الاسندنج كولون، بعدين عندي ترانسفيرس، بعدين في عندي هون الديسندنج كولون، فالهاي ريكتو سيجمويد اريا. فهون مبين كثير حلو شكل الغاز اللي باللارج باول لما صورت المريض برون. فسوري هذا هو الاسندنج، بعدين عشانه ريتروبيريتونيال عشانه انترابيريتونيال فكان الشادو تبع الترانسفيرس هون، بعدين طلع على الستيلك بيكتشر، بعدين نزل هون. فالفكره انه هنا انا اي كان بي ايبل تو ابريشيت ثينجز بيتر بالكولر، ولكن هذا لا يعني اني دائما اطلقها. وهون زي ما شايفين هذا ليفر ايدج، فمهم نعرف انه ذيس از ابرون ابدومينال اكس راي. دائما التكنيشنز بيظبطوها بطريقه انه ما ينعكس الشادو، يضل الشادو اليمين على اليمين والشمال على الشمال. فمهم نعرف انه إذا تصور برون فبيضل أوكي أكسري. هنا في عندي شادو الليفر اللي أنا بشوفه، اللي في عندي دنسيتي منيح له، هنا بيكون سبين، وهذه هي الجاستريك بابل زي ما شايفين لأنه هاي سوباين أبدومن، فهذه هي الجاستريك بابل هنا صارت لأنه في عندي بيج ديستندد بسرة فيها غاز، فهاي اللي هي بتكون الستومك. هون في عندي هلا رح برجيكم شوي كمان شوي شكل الفيسز، بس الفكره انه هون رفلي بيكون محل الكولن اللي هو الاسندنج كولن، وهون غالبا بيكون محل الديسندنج كولن خاصه اذا شفت في ايه، وهون المفروض انه يكون محل الريكتوس بوينت اريا، حتى لو انه ممكن اشوفه ممكن ما اشوفه بالعاده حسب اذا المريض مثلا هلا باس ديستول، اذا يعني حسب ما صوروها وقت ما المريض كان يعني وقت ما المريض بريزنتد وصوروه. فمش دائما بالغالب مش دائما بنقدر تو ابريشيت، بس غالبا هذه ممكن تكون هي الاير ريكتوس بوينت اريا. شوفوا كيف شكل المريض لما يكون متصور إريكت، هدول البريست شادوز، بس شوفوا كيف مش قادرين كثير تو ابريشيت بصراحه، بس الفكره انه هون في عندي اير بابل طلعت لفوق، فما دام انه رفلي هذه الادجست تبعت الدايفرام وهذا محل الغاز، فاحنا بنعرف انه والله هذا الغاز ارتفع عشان هذا المريض صور. بس to be honest بصراحه with you this is a very very bad picture، يعني انا مش قادره اميز شيء كثير منيح لو كنت انا طالب لساتني عم بشوف اكسريز لاول مره، بس الفكره انه this is roughly to guide. وهلا راح نشوف upright proper upright abdomen x-ray. شوف الفرق بين هدول التو بيكتشرز، هاي الغاز بابل اللي انتم شايفينها هون، هاي هي الاستومك. شوفوا الاستومك على الابرايت كيف صارت لفوق واخذت حتى الكيرفتشر تبع الفندس، وهذا اسمه اير فلويد ليفل لانه الاستومك فيها فلويد. فالفكره انه الاير فلويد ليفل هذا النورمال لازم نشوفه احنا بالاستومك، وفي عندي كمان فيري سمول اير فلويد ليفل هذول بالعاده بيكونوا بالسمول باول، وممكن نشوف وي مايت بي ايبل تو ابريشيت از ويل شكل الليفر، وهذا الليفر ايدج كمان اللي موجود، وهذا كله الليفر هون اي كان رفلي درو. هون شوفوا كيف شكل السوبان، هلا انا قادره هون اميز كايند اوف شكل الغاز اللي بيكون موجود بوين؟ موجود بالكولن. اوكي فاحنا رح نشوف ان شاء الله لقدام صور احلى تكون احسن تقدر تميزوا فيها هذه الاشياء اكثر.